فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير، بركاته تكون مع جميعنا، أمين. في مساء ذلك اليوم، يوم الأحد، اليوم الأول من الأسبوع، كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. فقال لهم ثانية: السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، من أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. على أن توما أحد الاثني عشر ويقال له التوأم لم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له سائر التلاميذ: رأينا الرب. فقال لهم: إذا لم أبصر أثر المسمارين في يديه وأضع إصبعي في مكان المسمارين ويدي في جنبه لن أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان التلاميذ في البيت مرة أخرى، وكان توما معهم. فجاء يسوع الأبواب مغلقة، فقام بينهم وقال: السلام عليكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. فأجابه توما: ربي وإلهي. فقال له يسوع: أمنت لأنك رأيتني، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخرى كثيرة لم تكتب في هذا الكتاب، وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكون لكم إذا أمنتم الحياة باسمه. حقاً قبل ما ابتدي الوعظة عايز أقول لكم، امبارح كنت في زيارة عند الأخ ناجي جورجي، تعرفوه، تعبان خالص في المستشفى الشم، فبطلب منكم أنه نتحد في الصلاة من أجله. صلينا على نيته القداس الأولاني فرنسي، وبطلب منكم نصلي من أجله في هذا القداس. الرب يصطحبه هو والعائلة، مش سهل. وكمان بنتهز الفرصة أنه موجود الأخ جوزيف قديس، باسمكم جميعا بنعزيه على وفاة أخته جورجيت، ربنا يرحمها وتكون في السماء ويعزي قلبك أنت وأفراد العيلة كلها. المسيح قام، أقوى من المرض وأقوى من الموت. الحاجة الأساسية الوحيدة نحن نكون معاه، بعد كده كل شيء نقدر نعيشه فيه وبيه ومعه، زي ما يكون، زي ما هو عايز. دائماً دائماً الكنيسة. بيقول إنجيل يوحنا النهاردة: في اليوم الأول من الأسبوع. يا ترى بيقول الكلمة دي ليه؟ هو بيحكي حكاية ولا عايز يوصل للقارئين بتوعه والسامعين الكلمة حاجة؟ اليوم الأول من الأسبوع عند الشعب اليهودي هو يوم إيه؟ الحد، لأنه السبت هو يوم الراحة نهاية الأسبوع. فاليوم الأول بيقصد بيه يوحنا، زي عندنا اليوم الأول بالنسبة لنا في الأسبوع هو إيه؟ يوم إيه؟ لا،
ده عندنا احنا المسيحيين في النورمال يوم ايه؟ الاثنين. لما يجي يوم الاثنين ايه اللي بنحسه؟ هنبتدي من تاني، الروتين والشغل والمدارس والواجبات، اول يوم من الاسبوع يا ربي هنبتدي خلاص. ده احساس التلاميذ خاصه بعد الخبره اللي عاشوها السيئه مع يسوع، خبره وحشه خالص، كانوا متمنين فيه الخلاص واذا به لا شيء، بيختفي بيموت وقاعدين من غيره. ففي شيء من الاحباط، بل بالعكس بيقول يوحنا قاعدين والابواب مغلقه. فتصوروا الجو بقى، خوفا من اليهود عشان يعملوا فيهم زي ما عملوا في يسوع، فالابواب مقفوله. اول الاسبوع كله هابط كله محبط، فجأة والأبواب مقفولة يسوع بيخش، السلام عليكم. دي مش حاجة حصلت في زمان، دي حاجة بتحصل دلوقتي. انت اللي ابتديت بعد الفصح بعد العيد تحس انه خلاص بقى التنسيون بتاع العيد وصل للقمة وخلاص، نبتدي ايه؟ نهدى، نخش في العادي بتاع كل يوم، في الروتين، في الرتابة بتاعت كل يوم، في الهموم بتاعت كل يوم ومشاكل كل يوم. بس يسوع ما بيسيبناش في هذا الإحساس. النهاردة يسوع بيظهر في وسطنا من خلال هذه الكلمة، والسلام لك، سلام لك كل واحد فينا. حاجة الأساسية رغم الأحداث والرتابة والروتين أن يكون في قلبك فيه سلام، سلام أنا أعطيه لك أنا يسوع، سلام يخليك تتفوق على كل الرتابة اللي موجودة في حياتك، يحصل اللي يحصل. الحاجة الوحيدة الأساسية أنا معاك يا رب وإنت معايا، واللي يحصل يحصل. أنا ما عنديش انتريه بأي حاجة تاني في الدنيا غيرك. أنت سيد هذه الحياة، أنت الرب القائم، أنت اللي تقدر تساعدني أمشي على كل الأحداث اللي ممكن تخليني أحبط وتخليني داون وتخليني عايش في رتابة. فلنا بتمناه أنه النهاردة نختبر الحميمية دي مع يسوع عشان ما نخشش في رتابة الأيام. كل يوم جديد، كل يوم جميل، أيا كانت الأحداث، الحاجة الوحيدة اللي بتدي الجمال لأيامنا علاقتنا بيسوع، مش الفلوس ولا الأكل ولا الشرب ولا الخروجات. كل ده جميل وإن شاء الله رب يجي ويبقى حلو، بس كل ده ولا حاجة لو انت مش في سلام المسيح، لو انت مش في الحميمية مع يسوع المسيح. مش كده يوحنا بيقول في مساء ذلك اليوم، يوم الأحد، أول يوم من الأسبوع، في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود عشان ما يموتهمش. يسوع بيعمل ايه؟ السلام عليكم، بصوا ايديا وبصوا جنبي وبصوا رجليا. ده مهم. بيقولوا ليه يوحنا؟ يوحنا بيقول لنا انه يسوع بيظهر هو نفس الشخص اللي كان معاهم قبل الاحداث دي. هما شافوا الاحداث، شافوا لما اتسمر ولما اتضرب بالحربة في جنبه. فنفس الشخص اللي كان معاهم قبل كده دلوقتي هو موجود في وسطهم بالعلامات اللي عاشها وقت الألام. كل واحد فينا عنده زي يسوع سيكاتريس، جروحات من خلال تاريخه. ما عرفش في تاريخك كان في ايه
حدث أثر فيك لدرجة إنه آثار اللي حصل موجودة فيك، في جسمك، في نفسك، في عقلك، في روحك لغاية النهاردة. وكل ما تيجي سيرة هذا الحدث، كل عواطفك ومشاعرك بتتغير. يسوع بيختبر ايه لما عنده الجروح، السيكاتريس في ايديه وفي رجليه وفي جنبه، والجلدات في ظهره؟ يسوع بيطلع بهذا الجسد الى السماء وبيجلس عن يمين الآب، وعنده السلطان جالس عن يمين الآب. بس كل ما بيشوف الآثار بتاعت الجروح اللي في إيده يعمل إيه؟ يتشفع لدى الآب من أجل الناس اللي عملوا له الحاجات المش كويسة دي. فاهمة؟ مهم. يسوع والجروح، السكاتريس في جسمه، علامة تقول إنه بيتشفع وبيصلي من أجل اللي جرحوه. طب وإنت لما السكاتريس اللي موجودة في جسمك بتيجي سيرتها، بتفكر إيه في اللي عملوا لك الحاجة الوحشة دي في الطفولة أو في الشباب أو في الكبر؟ بتلعن اليوم اللي عرفت فيها الناس دول. يبقى لغاية دلوقتي أنت ما فهمتش ربنا سامح ليه بأثار الجروحات في نفسك وفي جسمك. لسه ما فهمتش. هي مش موجودة لتعذيبك، هي مش موجودة لإحباطك. الأثار السيئة من خلال الحدث السيء اللي حصل في حياتك موجودة النهاردة عشان تصلي من أجل مسببيها، من أجل اللي جرحوك، من أجل اللي أساءوا إليك أو لبنتك أو لابنك وحاولوا يهدموا حياتهم. إحنا ما عندناش في المسيح القائم سبب يخلينا نحقد أو نكره فاعلي الشر حتى لو أثر في حياتنا وفي أجسادنا. ما عندناش سبب، لأن المسيح قام كان أقوى من كل الجروحات اللي عاشها في جسمه. يعني الجروحات اللي موجودة في حياتك اللي سببوها ناس تانيين، موجودة علامات في جسمك وفي نفسك وفي تاريخك من أجل إنك تصلي من أجل مسببيها وفاعليها. دي رسالتنا. مش كده يسوع بيقول أهو إيديا وجنبي؟ مش أنتوا شفتوا كل ده؟ أنا هو. وقلت فيكم اللي خاني وفيكم اللي أنكرني وفيكم اللي جري، سنهو ما عنديش أي حاجة ضدكم. أنا جاي بقول لكم السلام عليكم. جاي أنتوا بعد كل اللي عملتوه فيا، أنا ما عنديش مشكلة معاكم. جاي بقول لكم السلام ليكم. رغم كل اللي عملته في حياتك ضده، أنا وأنت جاي النهاردة يقول لنا السلام لك. كل اللي عملته في تاريخك خطايا وغيره ولا حاجة. عارف ليه؟ لأن أنا أقوى من الموت، أقوى من الخطية، أقوى من الشر. وأنا هو في وسطكم بعمل إيه؟ بيقول القديس يوحنا بينفخ. النفخ في الوجه علامة انتميتي جامدة. الراجل ومراته في سر الزواج المقدس بينفخوا في وش بعض، بيتنفسوا من أنفاس بعض. يسوع بيعمل كده مع عروسته، مع الكنيسة، بينفخ فيها وبتاخد نفسه، بتاخد روحه، نفش روح
من خلال هذا السفل، من خلال هذا النفخ، وبيعيشوا هذه الانتيميتي. ليه بيديهم روحه؟ ليه بيديهم النفخة؟ يقول لهم اللي هتغفر لهم هيغفر لهم، اللي مش هتغفر لهم مش هيغفر لي. اللي سبب لك الأذى ده في جسمك وانت صغيرة، لو ما غفرت لهوش مش هيغفر لي. فخدي روحي واغفري بروحي للي أساء إليك واللي أساء إليك واللي تأمليه واللي زلك. خد روحي، خد نفسي واغفر. عشان كده البابا القديس يوحنا بولس الثاني أسس أول يوم حد بعد القيامة يا شباب يبقى يوم الرحمة. النهاردة اليوم الأحد الأول ده اسمه يوم الرحمة الإلهية. اللي فيه لو لسه ما غفرناش لحد أساء إلينا في أسبوع الألام في عيد القيامة، عندنا الفرصة دي إن احنا النهاردة نفكر في اللي أساء إلينا ونغفر له. مش كده النهاردة عيد الرحمة الإلهية. بعد كده بيظهر الأخ توما. توما جاية من الاسم توأم. عارفين التوأم؟ في هنا حد حاضر توأم؟ في هنا توأم لحد؟ مفيش. بس لو تتقربوا من توأم، اللي عيال دول فيهم توأم؟ ما فيهمش، ها؟ إن شاء الله هيجوا. إن شاء الله. لسه صغيرة. التوأم لو عملته كده شوية تساؤلات مع توأم هتلاقوا ان علاقتهم ببعض قوية جدا. التوأم الواحد بيحس بالآخر في كل شيء. التوأم عندهم علاقات ببعض، يعرفوا كل حاجة بتمر في حياة التاني ويحسوا ببعض جدا. التوأم دايما حاضر لتوأمه، لأخوه أو لأخته. لكن النهاردة في توأم مش حاضر، توما مش موجود. عادة موجود في علاقاته مع الناس، مع أخواته، دايما موجود. النهاردة التوأم ده مش موجود. عارفين يا شباب دايما في سبب لأخ في الكومونوتي اللي مش موجود. دايما في سبب، في أسباب كتيرة نعرفها النهاردة، اللي هي بيوت كتيرة فيها الكوفيد من طيفتنا، بيوت كتير فيها مشاكل وصعوبات صحية، نصلي من أجلهم كلهم، كل واحد باسمه. مش كده مش موجودين. قداس 9:30 فرنسي ما كانش فيه نصكوا كده، كانوا قليل خالص. ناس كتير عيانة بولادها، فتصوروا مش سهل، فغايبين. لكن في أسباب تانية بتخلي الأخ مش موجود، مش عشان عيان أو غيره، صعوبات، مشاكل، علاقات مش ماشية مع بعض الإخوة في الكومونوتي، فعشان كده مش موجود. طيب يسوع بيستسلم لده، بيجي بيقول لهم السلام عليكم، بيقعد معاهم يكلمهم، وبيقولوا لتوما لما لقوه رأينا الرب، لا أنا مش مصدق. فيعمل إيه الرب؟ الرب بيعمل أجير لما الجماعة كلها علاقتها ببعض تكون علاقات طيبة ومتداخلة مع بعض، الكل موجود، فالرب يظهر. الرب موجود وقت ما بنكون كلنا مع بعض وفي شركة، بيبقى في وسطنا وبيعمل ايه؟ بيدينا رسالة.
زي ما الأب أرسلني أنا برسلكم. عشان تعملوا إيه؟ عشان تنقلوا النفخة دي، النفس ده، الروح ده للآخرين، عشان تدخلوا في علاقات حميمية وقوية مع الآخرين وتدوهم نعمة الروح القدس بواسطة الغفران. عشان كده أنا موجود النهاردة وبرسلكم بعمدكم جميعا، أنتم مرسلين من أجل خلاص النفوس اللي حواليكم، من أجل أن تنقلوا إليهم نعمة الروح القدس، من أجل أنكم تعلموهم إزاي يعيشوا ويتواصلوا مع المسيح. حبيبي إحنا مش لنفسنا، محدش اتولد وتعمد وعايش لغاية دلوقتي عشان يكون لنفسه. إحنا أخذنا كل النعم من بعد قيامة المسيح من أجل أن إحنا نكون عطية مجانية للآخرين. عشان كده رب يسوع النهاردة بيترأى في وسطنا بواسطة هذه الكلمة الرائعة وبيدينا هذه الرسالة، بعد ما بيدينا روحه، بعد ما يقول لنا أنه مغفورة لكم خطاياكم، خطاياكم ما أثرتش عليا في حاجة، أنا حي وقائم فيما بينكم، وباستمرار عندي استعداد للي يفتح قلبه أدخل بيته وأتعشى معاه وأكون معاه في حميمية. أمين؟